حنان ووجدي أصدقاء منذ زمن طويل من تونس الخضراء، مؤمنان بالرب يسوع المسيح ويسيران معه يوميا في طريق الحياة. وجدي وحنان يتحدثان عن ظروف المعيشة ويتناقشان في أمور الشبيبة العربية في ضوء وعود الله الرائعة للمؤمنين به كما يعلنها الكتاب المقدس. شبيك تنفخ وحزين ومهموم وساكت ثنية كاملة؟ لباس؟ تعرف يا حنان، حس في روحي حزين برشا. وبارح كنت لباس علي، قمت اليوم الصباح حس في روحي حزين، حس في صوت في داخلي يأنب فيا ويقول لي انت ماكش حد شيء، ما عندكش مستقبل، ما عندكش اصحاب. بالحق نحس روحي محبط وحزين برشا يا حنان. غريبة على الاخر، علاش تحس هكا؟ منين جاوك هالافكار هذوما غريبة هذيا؟ على خاطر انت نورمال محبوب وعندك صحاب وعائلتك وناجح في الدراسة متاعك. غريبة، شنية هذيك زعما؟ قلعة نو؟ يظهر لي قلعة. نطلع ونشوفوها؟ هاي نمشي. باي. واو، ملا منظر طيارة متاع القلعة. هاي مزيان برشا حلال. تعرف علاش ديما يحطوا القلعة يا حنان في بقعة عالية برشا؟ معليش هكيكا باش السكان تاع القلعة واللي يسكنوا في القلعة يشوفوا المدينة الكل. وهكيكا باش كان فما حتى هجوم الأعداء ولا حاجة يستعدوا يهيئوا السكان وكل شيء باش يستعدوا باش يهجموا. تعرف الكتاب المقدس يعطينا وعد مزيان برشا في الكونتكست هذايا. وشنو يقول الوعد هذا؟ يشبه اسم الرب بالبرج الحصين اللي يجري له الصديق. الصديق معناها الرجل الأمين، ويتمنى معناها يتحمى ياخذ الحماية. وتعرف الله يحمينا مشكل من الهجمات المباشرة، أما زاد الهجمات على أفكارنا ومشاعرنا اللي إبليس يحب يهجمنا بها. تعرف يا حنان شنو المشكلة؟ ما نعرفش كيفاش نتصرف في الظروف هذه الصعبة، وخاصة يا حنان في المدة الأخرى وفي الأيامات الأخرين تتكرر برشا الحاجات هذه. بتبيع باش يهاجمك ابليس، بيحط لك افكار خايبه ويحاول يهاجمك بمشاعرك، على خاطر انت توا مؤمن بالسيد المسيح. هذاك علاش مادامني مؤمن بالسيد المسيح معناها المسيح باش يحميني من هجمات ابليس هذيا ولا؟ اي هو يحميك، اما لازم يهاجمك ابليس. تعرف علاش؟ على خاطر انت توا وليت مؤمن بالمسيح وقررت باش تتبعه، مالا انت خليت حريه في المسيح من كل سلطان ابليس كان عنده في حياتك. اما هذا يخلي ابليس مش فرحان بالحاجه هذه، بالعكس هو متغشش ويحب يهاجمك، يحب يحط مشاعر احباط، يحبك تخلي تحس ان انت فاشل، على خاطر هو مش فرحان اللي انت ما عادش متاعو وماذا بيه يفكك، دونك هو يهاجمك. اما تعرف السيد المسيح مكتوب في كتاب مقدس اللي اسمه فوق كل اسم في السماء، وزاد مكتوب اللي الاسم هذايا باش تركع وتخضع كل ركبه في السماء وفي الارض وتحت الارض. امين. وزاد السيد المسيح يامرنا ويقول لنا تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اريحكم. معناها كل واحد تعب وحاسس هكا باحباط وفاشل ومحتاج حمايه ومعونه لازم يجري للسيد المسيح وينطق باسمه، على خاطر ابليس ماذا بيه انت تقاومه بقوتك الشخصيه، خاطر يعرف ينجم ينتصر عليك. القوه الشخصيه ما نجمش نقاومها، صحيح، خاطر نحن انسان صحيح. اما السيد المسيح يقول لك اجاني لي انا وقول اسمي اجاني وهرب لي وانا باش نعطيك الحمايه. هاوك علاش وقت اللي احنا ننطقوا اسم السيد المسيح ابليس يخاف ويهرب منا.
عاوك علاش انا ننصحك لازم تشد في السيد المسيح. وزادة نعاود نحب نذكرك بالآية اللي انا قلتها قبيلة على القلعة، مكتوب اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. ملقانا نقول لك اللي بالحق لازم تشد في السيد المسيح، تشد فيه وتنطق في كل مرة تحس روحك انت خايف. اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. تعرف يا حنان هذا كلام مزيان برشا، ويفكرنا زادة في عود الله. أنا مصدق 100% كلامك ونثق في كلامك ونثق في عود الله وكلامه. أما تعرف شنو يا حنان، أنه برشا مرات أنا ننسى الوعود هذه وننسى شنو قال لنا ربي والحقيقة هذه متاع الوعود متاعه زادة. وممكن هذا هو سبب متاع حزني وهمي والألم اللي نعيش فيه والإحباط، ديما نفكر لنا إنسان مش باهي. ما تعرف أنا نجم نفهمك، ما تعرف شو أنا نعمل؟ أنا ديما كي نقرأ الكتاب المقدس نحاول نخرج وعود الله ونكتبهم ونحاول نرددهم ونحاول نذكر روحي طلع ليش، على خاطر كلمة الله هي حق وهي الكاسك اللي أنا نلبسها في رأسي، وكأنه كل قنبلة والحاجة تجي هجمة من إبليس الكاسك هذاك يحمي مخي، يحمي أفكاري، يحمي أي حاجة إبليس يحب يقولها لي بشوصل مشاعري. وهني نعطيك أنا تطبيق عملي تنجم تعمله، أنا ديما نعمله. شفت السطوش هذا؟ أما السطوش هذايا في حكمة، أنا نكتب في أوراق صغيرة كيف هكا نحط فيهم وعد الله ليا. وفي كل مرة أنا نخاف ولا أنا نستريسة ولا نحس اللي عندي أفكار مش من عند ربي وضد الكلمة متاع الله مثلا، اللي أنا محبوبة ويجيني فكرة تقول اللي أنت مش محبوبة، اللي يجيني فكرة اللي أنت ما تصلح لحتى شيء، أنت فاشلة، ونذكر لا اللي أنا عندي قيمة في المسيح، أنا عندي حياة جديدة في المسيح، أنا منتصرة في المسيح. وقت اللي يجيني فكرة اللي أنا منيش معناها نستحق، نقول لا المسيح مات على خاطري وأنا غالية ونستحق الدم متاع المسيح اللي سال على الصليب. ما لقينا كيفية أنا توا محبط كما شفتني، صحيح نحس أني عملت حاجة غالطة ونحس أنه ضميري أنب فيه في برش حاجات. أما مش هذاك صحيح، على خاطر الكتاب المقدس يقول لي نحن ما خديناش روح فشل، بالعكس روح الله هو يشجعك وهو المعزي متاعك. ما أنت لازمك تكتب، يعني هننصحك تكتب كيفي أنا كلام الله كيف هكا وعود، تحطهم في ستوش وتحطهم ديما معاك باش تذكرهم، باش يكونوا الكاسك اللي انت تحمي بيه، باش كي يجي صوت ابليس ولا الهجمات متاع ابليس ما تسمعوش، خاطر انت ديجا محمي في كلمه الله. ياسر تحفون الفكر، ذا ما لازم تمشي معايا نشري ستوش. اي نمشي وما يسالش ونعاونك زادا باش نطلع وعود الله مع بعضنا من الكتاب المقدس. عايشك احنا نتعرف، نحب نشكر ربي اللي وفينا في بلاصه كيما هكا فيها قلعه. أي. وشفنا القلعه كيفاش تحمي العباد وديما تو باش نتفكر أنه المسيح يحمينا من كل حاجة ومن كل شر وشبه شر متاع إبليس، واللي هو ما عنده حتى سلطة علينا، حتى ولو جو هجمات نحن محميين في اسم المسيح وفي دم المسيح. أمين.